اولا ملتحي وبصلي وملتزم ارجع بالشكل، دينه وخلقه يعني الاثنين مع بعض، مش الشكل، مش الالتزام الخارجي المظهر، الشكل والدقن والزبيبه والخمار والنقاب، لا المعاملات عامله ايه، ها المعاملات عامله ايه، هو ده المهم. النقطه رقم اتنين، افسخ الخطوبه لو هو بيشوف بناته وافلامه وحاجات كده، ومستمر عليها ولحد دلوقتي، الا اذا تاب او كان قبل كده. الغلطات اللي بتقع فيها البنات في موضوع العريس بالذات انهم يجوا يسالوا حد، هنا طبعا مش بتسال، هنا هي شافت، لكن انا بقول عامه بتيجي تسال حد، فالحد يقول لها وجهه نظر من اللي فات. وجهه نظر من اللي فات دي ما مصيبه. ليه؟ لان هو بيحكم عليه بحقبه زمنيه ماضيه مش باللي موجود دلوقتي، وده مش صح، مش صح. الصح دلوقتي ان انا اشوفه هو في ممكن تاب واناب، ممكن لما خطب بطل الكلام ده. طيب اعمل ايه؟ وجهي قول له والله انا شفت كذا 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 كذا، ايه الوضع ده وانت بتكذب وبتخدع. الكذاب ما يتاخدش النبي عليه الصلاه والسلام، الكذاب المؤمن لا يكذب ابدا. لا، في موضوع الخطوبه اساليه وقعدي معاه، والله لقيتيه ان هو لا ده كان الاول، لا انا وضعي لا كذا، خلاص النبي عليه السلام قال الحاجات الثلاثه اللي بتترفض في العريس، بخيل لا، دراب ولسانه طويل لا، كذاب. ليه؟ قال المؤمن لا يكذب ابدا، ده مش هتبقى هتفضي عارفه الكذاب ده بتبقى عايشه قصه كده خياليه، كذب كذب كذب، وبينسوا بقى، بينسوا اللي هم كذبوا فيه، فطبعا الحياه بتبقى مش حلوه خالص، فما انصحكيش بكده.